El Polimix. البوليميك دونك ما نحاولوا نختصروا 10 دقائق معناتها ما نفوتوش باش نجموا نعملوا النكت وبرشا فقرات اخرى. يلا هي خاطيك احنا نسميو بديناها مع عضو الهيكاسي هشام السنوسي. هنا نرجعوا نحكيوا على مسلسل الفلوجه والانتقادات اللي تعرض لها من البارح الى حدود هذه اللحظه ونتصور شهر رمضان كامل. بليك روح جاوبني بنعم او لا. هل توقعت انه كالعاده الحلقه الاولى من مسلسل على الحوار تثير ضجه؟ هل ولا امر غريب يعني تعودت به الامر هذا ام لا؟ اي تعودت به انا اي تعودت به ما سيستم نجح سيستم نجح وقاعد والحلقه الاولى ساعه وشويه اطول من الحلقه الثانيه بينسوا تحط اكثر احداث دونك ساوسو جمني الحلقه الاولى هي ديما كيك تعلمت من سامي الفهري الحلقه الاولى ساعه ودرجين شوك شوك. دونك المسلسل هذا والبلوتو الحلقه الاولى المسلسل اللي طرحت موضوع المخدرات علاقه التلميذ بالاستاذ نتاعو والسخريه خلينا نقولوا هذايا مقطع صغير من اللي حكاو فيه برشا التوانسة نسمعوه نرجعوا للتعليق. ويلكم تو فلوجا. شكون عملها؟ شريك يا مدام على شنو تعك؟ انت يمكن انت هادية؟ اي انا هادية ما كيما قلت لك نش بعيط لي هادية. يروح يا اطلع. شكون عمل هكا في الكهرباء؟ شكون فاش العجالي؟ ما نعرفش. شنو ما تعرفش؟ لما الموت العساس هنا خدمتك هذي يا مدام مانيش عساس تاع باركينغ نشاد الباب بواب راجلنيش نفضها مع التلام شنو الناس على الكرام وين نقول لك واحد متلام دي هذوما العمل العاملة لا ابدا تلقى عجلك مفشوش وماكش فايقه باله. دونك المقطع هذايا وقت اللي تلمذا فشوا العجالي نتاع الاستاذه نتاعهم من بين الردود الافعال خلينا نبداو باليوم مثال شنو في المقطع ماهوش شكون خاطر من الموجود اللي انا نقرا في العجالي تفرج في الحلقه كامله باش تكونوا واضحين ما فما حتى شكون باش تكونوا واضحين مش حاجه واو اللي تصدمت حياه العجالي بالحق حسب رايي قول خبيو شوي معناها نخبي شوي سيد الوزير للحلقه الثانيه ولا الثالثه مش الوزير لا لا مش الوزير بلال الناس وتعليق وكذا بخلف الوزير دونك حسب رايك فماش كل واحد وراءه كل واحد وراءه فوالا نحاولوا بيان سور نحاولوا تفضل ربي نحاولوا سيد الوزير اللي قال انه مسلسل الفلوجه مهزله نسمعوا شويه ولنرجع للتعليق. يأتي هذا العمل الرمضاني السيء إلى أبعد حدود أولا الإساءة إلى عموم الأسرة التربوية التي خالف فيها أداء المربين سواء كانوا عملا وحريصين على سلامة المعهد في الخارج والداخل من خلال إشارة إلى أداء هذا العامل التربية وضرب أسرة جزء من الأسرة التربوية المهمة وهم عملة التربية ضرب في العمق أداء للتعليم واضح. دونك حصة معز بن غربية اللي هي سياسية أحكيوا أنه من المفروض السياسي لا يجب أن يتدخل في الموضوع. دونك الموضوع هذا السياسي لا يجب أن يتدخل في عمل فني حتى كان العمل الفني هو أسوأ عمل فني في العالم السياسي مزموش يتدخل لأنه فما هيئات بعد احنا كحكينا مع لايكا نلقاو هيئة لايكا معطلة دونك لهنا ردود الفعل نلخصوا شويه ردود الفعل قبل ما نعطيكم الكلام. مثلا سمير وافي اللي كتب قال الناس كل مصطومه من اللي سي ساوسن جملي وهذا يعني كانهم يشاهدوا في معهد في المكسيك هذا الكل موجود وهذا الكل كانكم لا تعرفون مستوى معاهدكم. القاضي عمر الوسلاتي اللي رد عليه هشام السنوسي حاليا لانه هو كان اعطى مثال نتاع خطاب على الباب وكان كنا نسمع فيه هشام السنوسي اللي يقول لك مثلا القاضي عمر الوسلاتي يقول لك نحطوا الا 16 سنه والنجموا نتفرجوا. دونك اللي عقوب بوزاره التربيه وافقت على مسلسل فلوجه مقابل بعض الاثاث. خليفه الشيباني فما مشروع تدميري قاعد يصير بالنسبه لي لازم يتوقف هذا شنو قالوا السي خليفه الشيباني اليوم في نس الديوان. يلا لا ثم مشروع تدميري قاعد يصير في تونس خلينا من المسلسل هذا. المسلسل هذا جاي في اطار حلقه اخرى معني خلينا نحكيه في صحيح تو وخليني من حريه التعبير وخليني من كل حد عنده الراي. لا 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 لا, لا انا باش نحكي نحكي انا خليفه الشيباني بدي انا في مخي هو يمارس في حريه لا يمارس فيها حريه التعبير هذه حريه الدمار هذا حريه التخريب للمجتمع التونسي. خلينا نسميه الاشياء باسمها حريه التعبير شنو هو جاب صيد من وزنه ما نحكي على المخدرات في المدارس هو الاولاني يحكي عليها ولا وضعيه اللي موجوده هذه المدرسه التونسيه معناها الحاجه الاخرى اللي باش نحكي فيها باش نفوت شنو الامن انت قريت على روحك
خرج بوليس. لا هنا وزير الداخلية لازم يدخل زيد، ثم إساءة. أنت أنت ناخذ وزير الداخلية. لا لا مش تزيد تاخو، لا لا مش تزيد تاخو، سامح لك نحكي في الصحيح تو. لا هو ما مسش كان التربية، هو مس الأمن. هذا هذه مسلسلات موجهة باش تضرب الأمن، تضرب الأسرة التونسية وتضرب التعليم في إطار مشروع تدميري للمؤسسة التونسية. خلينا من الدراما والإبداع، وهالدراما والإبداع جي كان في رمضان. هذه مدرسة تونسية معناها لا يتوقف تو 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 يتوقف، يا تو يتوقف. الهيكة تبع في واحد قالت رشنوة وقالت رشنوة خرج على اليمين، شو اللي صاير؟ واضح. دونك هذاك الناس يخدي فلاش بيني شو الرأي آخر اللي هو رفيق بوجدرية المحلل مع في فام مع مراد الزغيدي، يقول لك يا أخي ساسون الجمني جابت حاجة ما تعرفوهاش. نسمعوه. أول باب، أنا راني مانيشني كريتيك دار ولا متاع سينما، تفرجت بعينين متاع عبد عادي مواطن تونسي يتفرج على مسلسل رمضان كما يتفرجوا عليه التوانسة الكل. النقطة الثانية زادة مهمة برشا، أنت قلت راه ما نجموش نقيموا عمل كما هكا في 20 حلقة أظن من الأربع ساعة الأولانية. العبد نجم يتكلم على الإطار العام متاع الحكاية متاع الفيكسيون اللي هي تمثيل ماهوش واقع راهو تمثيل في قناة خاصة، حسب ما شفت من الحلقة متاع البارح ماهواش بعيد على اللي نسمعوا فيه واللي راهو فيه في واقعنا التونسي. هذه حاجه واضح دونك يقولوا هذا واقع به انه موجود في الواقع. خلينا نجاوب انا بعد فاصل وبعد نعطيكم كل واحد يعطي راي. انه موجود في الواقع نعرفه، هذا موجود في الواقع، يعني حتى الجنس موجود في الواقع، ما نعديوش لقطات في المسلسلات. الكلام الزايد موجود في الواقع، ولكن في الاذاعه ما نحكيوش بالكلام الزايد. كلكم في الحياه العامه تحكيوا بالكلام الزايد، معناتها الواقع موجود. وي خلينا نتفقوا، أنا ضد إيقاف المسلسل سي خليفة، ينجم يكون زادة مبالغ. شنو الموقف اللي نجمو ناخذوه؟ رقابة، تغيير وقت غيره، ولا عادي حرية التعبير؟ فاصل ونرجعو لكم، هذه ديما لاباس. يحكيو على فريكونس.